السلام عليكم متابعينا الجدد العرب، مرحبا بكم فيديو جديد. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غتشوفوا مجموعة من العروض والتخفيضات اللي تتواجد بجميع متاجر كازيو ديال المغرب. بالنسبة للمتاجر كازيو لحد الآن تتواجد بمدينة الدار البيضاء، طنجة، القنيطرة، المحمدية، بوزنيقة، الرباط، سلا، تمارة، وغيكون في افتتاح حتى في بعض المدن إن شاء الله يعني في القريب. وما تنساوش قبل ما نبداو يعني اشتركوا في القناة، اللي مازال ما اشترك شوف على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، ودعمونا وضغطوا على زر ديال الاعجاب باش تشجعونا نحطوا مزيد من الفيديوهات، وشاركونا التجربة ديالكم مع المنتجات. نبداو على بركة الله بأول منتوج. كاين هاد الحقيبة هادي مجرورة ديال الأطفال يعني بالروايد، بالنسبة للثمن ديالها 200 درهم، 4000 ريال. كاين هاد الحقيبة هادي، هاد الشنطة ديال البنات حتى هي يعني تتجر، الثمن ديالها 300 درهم، 6000 ريال، ناقصين فيها 100 درهم. بالنسبة للشكيلات يعني تتوفر بمجموعة من الشكيلات والألوان، الثمن ديالها 6000 ريال، 300 درهم. كاين هاد الشكل هذا يعني حقيبة حتى هي تتجر، فيها 3 بيس، فيها الحقيبة ديال الأكل وفيها المقلمة، بالنسبة للثمن ديالها 450 درهم، 9000 ريال. كنز دايرها من قبل 650 درهم، 13000 ريال. كاين هاد الحقيبة، هاد الساكادو، بالنسبة كاين الشكيل ديال الولاد ديال البنات، كاين هذا ديال الولاد اللي الثمن ديالو 100 درهم، كان 150 درهم، يعني 100 درهم تيبقى ب 2000 ريال. فيه يعني بزاف ديال الوينات اللي فيه هاد الحقيبة ديال الأكل وفيه هاد المقلامة، هاد التخوس، بالنسبة للثمن 2000 ريال. كاين ديال الولاد وكاين ديال البنات. كاين هاد الشكل هذا ديال البنات حتى هو فيه بزاف ديال الألوان. كاين هاد الآلة حاسبة اللي دايرة 10 دراهم. كاين هاد الآلة ديال الطباعة HP، الثمن ديالها 380 دراهم، 7600 ريال. كاين هاد دلاسوري ديال الألعاب، الثمن ديالها 90 دراهم، 1800 ريال. كاين هاد لاسوري هادي معها كلافي، 100 درهم، زوج بيهم. كاين هاد USB فيه 64 جيجا، الثمن ديالو 60 درهم، 12%. كاين هاد الأوراق، أوراق بويض، 500 ورقة، الثمن ديالهم 800 ريال، ناقصين فيهم 20 درهم. بالنسبة لهاد التخفيضات غتبدا ابتداء من غدا إن شاء الله الخميس 22 غش، وغتستمر حتى الأربعاء المقبل إن شاء الله 28 غش، غتستمر أسبوع. كما قلنا تتواجد تقريبا أغلب المدن اللي فيهم متاجر كازيو. لحد الآن متاجر كازيو ما كاينينش بالمدن كاملين. كاين هاد الزيت ديال المائدة 2 لترو، الثمن ديالو 32.5 درهم، يعني 650 ريال ديال لوسيور. كاين هاد الزيت ديال الزيتون 1/2 لترو، 880 ريال. كاين هاد لاصوص حارة دايرة 23 درهم، 460 ريال. سباكيتي 250 غرام، 7 دراهم، 140 ريال. كاين هاد القمح صلب مطبوخ ديال أمغاليطانس كيلو 24 درهم. كاين هاد الكونفيتير ديال الفريز 800 غرام ب 20 درهم، 400 ريال. كاين هاد الكونفيتير ديال المشمش 800 غرام ب 21 درهم، 420 ريال. كاين هاد لانشون يعني فيه باك فيه 3، كل واحد فيه 300 غرام، ثمن 30 درهم، 600 ريال، ناقصين في هاد الباك 7 دراهم. كاين هاد الجلبانة مجمدة
400 غرام ب 14 درهم ونص، 290 ريال. بالنسبة اللي عنده شي تساؤل ولا شي استفسار يخليه في الخانة ديال التعليقات، وشاركونا التجربة ديالكم مع المنتجات كما كانوا زوينين ولا خايبين باش كلشي يستافد، وخليو شي كومونتير زوين باش تشجعونا وضغطوا زر ديال الاعجاب. كملوا الفيديو على بركة الله. كاين هاد الجبنة ديال ايدام مع هاد موزاريلا اللي فيها 200 غرام. بالنسبة للجبن 900 غرام، الثمن ديال هاد الباك 70 درهم، 14 ريال، ناقصين فيه 40 درهم، 800 ريال، من قبل كان 110 درهم. كاين هاد الزبدة ديال الجودة 200 غرام ب 18 درهم، 360 ريال. كاين هاد الفرماج 64 قطعة ديال الشاف، ثمن 54 درهم. كاين هاد نوتيلا اللي فيها 600 غرام، حتى هي ب 55 درهم، 11%. كاين هاد العجينة ديال لازانيا 500 غرام ب 20 درهم. كاين هاد الشاي مكركب نص كيلو ب 25 درهم. كاين هاد الزيت ديال المائدة ديال ليو 5 لترو ب 74 درهم، 14.80 ريال، كان من قبل ب 76 درهم، يعني ناقصين فيه 5 درهم. كاين هاد الصلصة ديال المايونيز 490 غرام، يعني نص كيلو ب 20 درهم، 400 ريال. كاين هاد الكسكس، كاين المويان والرقيق، كيلو ب 12 درهم ونص، يعني 250 ريال، ديال أم غاليطة. كاين هاد الدقيق ديال شامة اللي 5 كيلو ب 20 درهم. كاين هاد الكبسولات ديال الغسيل ديال أومو 30 قطعة ب 80 درهم، 16%. كاين هاد المناديل الورقية، الباك فيه 3، 38 درهم، 600 ريال. كاين هاد العصير اللي داير 11 درهم، وهذا داير 10 درهم. بالنسبة للماء ديال باهية 5 لترو 10 درهم. كاين هاد المذكرة هادي بالمفتاح، الثمن ديالها 9 درهم ونص، 190 ريال. كاين هاد الأقلام الحبرية، 3 ديال الأقلام ديال البيك، 4 درهم ونص، يعني 90 ريال 3 بيهم. كاين هاد الأقلام الحبرية اللي 20 سيلو، 27 درهم، 540 ريال، ناقصين فيهم 800 درهم ديال البيك. كاين هاد الأقلام ملونة 24 قطعة ب 28 درهم، 560 ريال، حتى هما لا مارك بيك. كاين هاد الأقلام ملونة 24 قطعة ب 28 درهم. كاين هاد الأقلام هادي ديال التلوين 12 قلم، 12 درهم، 240 ريال. كاين هاد الأقلام ملونة 9 درهم، 12 القلم 9 درهم، 180 ريال. كاين هاد الأقلام ديال التلوين 12 القلم ب 70 ريال، 3 درهم ونص، كانوا منقول ب 10 درهم. بالنسبة للمسطرة دايرة 2 درهم. باكية ديال الطباشير فيها 4 بزوج درهم، 40 ريال. كاين هاد اللوحة معها الممحاز وقلم، الثمن ديالها 12 درهم ونص، 250 ريال. كاين هاد الممحاز دايرها درهم. بالنسبة لهاد الأقلام الحبرية 10 ديال الأقلام ب 7 دراهم، 140 ريال. كاين هاد القلم اللي فيه الازرق والاسود، الثمن ديالو درهم فاصل 20، يعني 24 ريال. كاين هاد اللصاق اللي الثمن ديالو 12 درهم ونص، 250 ريال. كاين هاد الشكل هذا اللي فيه اللي داير عفوا 3 دراهم، 60 ريال. كاين هاد القلم اللي بهذا الشكل الثمن ديالو 800 درهم، 160 ريال. كاين هاد القلم اللي فيه 6 ديال الالوان، الثمن ديالو 8 درهم، 160 ريال.
كاين هاد أقلام الرصاص 12 القلم ب 6 درهم 120 ريال. إخواني أخواتي، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى من الله ينال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش تشاركوا التجربة ديالكم مع المنتجات، واللي عنده شي تساؤل ولا استفسار يخليه في الخانة ديال التعليقات، خليو شي كومونتير زوين باش تشجعونا، وديما ديروا جيم للفيديو باش تشجعونا نحطوا مزيد فيديوهات. وشكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله.